أعزائي الطلبة والطالبات، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرفوا على واحد لا كيسيون مهم كيتحط دائما في الامتحان بالنسبة للمادة ديال الإلكترونيك دو باز، وسيرتو في الشابيتر ديال ترانزيستور بيبولير. دونك قبل ما نبدا إن شاء الله نتعرفوا على هذا لا كيسيون، ما تنساش أنك توضع لايك للفيديو وتشترك في القناة وتضغط على الزر كذلك يعني الجرس باش ان شاء الله يوصلك كل ما هو جديد، وما تنساش كذلك انك تبارطاجي لا فيديو مع تو لي ستوديو باش ان شاء الله كلشي يستافد. واهم حاجه وهي انك تشاهد لا فيديو من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخيره باش ان شاء الله تزيد انك تحفزنا اكثر باش ان شاء الله نبارطاجي معكم بليزيور ديال لي زانفورماسيون. يلا نبداو على بركه الله في الشرح ديال لا كيسيون. دونك يعني اي امتحان مشيتي ليه ضروري غتلقى لا بروميير ايطاب هي خصني نتعرف على هذا لو سيركوي. داكوغ، دونك أول حاجة خصني نتعرف على هاد لو سيركوي. دونك هاد لو سيركوي كيف كتشوفو فيه ثلاثة ديال لي كوندونساتور، عندي الكوندونساتور 1 وعندي الكوندونساتور 2 وعندي هنايا الكوندونساتور ديال ليميتور. داكوغ، وعندي هنايا دو لا ريزيستونس إر 1 لا ريزيستونس إر 2 فوالا، عندي هنايا لا ريزيستونس ديال الكوليكتور وعندي هنايا لا ريزيستونس ديال ليميتور، وهادي كتسمى لا ريزيستونس ديال ديال لابوبين. فوالا اللي هي لاندكسيون. فوالا هنا كيكون عندي لا طونسيون في سي سي. من بعد ان شاء الله غادي نديرو بليزيور ديال لي زانفورماسيون على هاد لا طونسيون في سي سي. مي يعني اول حاجه خصني نعرفها ملي كيعطيني هاد لو سيركوي، يعني اول حاجه خصني نعرفها واش عندي ترانزيستور، واش عندي ترانزيستور ان بي ان او بيان ترانزيستور بي ان بي. دونك هادي هي اول حاجه خصني نعرفها، عاد نجاوب على هاد لا كيسيون لان كيكون هنا دي بيج لي يعني لي زيتوديو مازال ما كيردش لهم البال. دونك حاول انك تركز معايا مزيان باش كنعرف واش ترانزيستور ان بي ان او بيان بي ان بي. بواحد الحاجه كيف قلت لكم يعني في داك الفيديو اللي شفنا قبل الغيزومي ديال الشابيتر ديال الترانزيستور، باش كنعرف ترانزيستور ان بي ان دابا كنناقش على هادي ترانزيستور ان بي ان في هاد لو سونس ديال لو كورون. داكوغ، دائما دائما هاد لو سونس ديال لو كورون الا كان داخل في لو بول يعني في لو بول ديال ليميتور، دائما الا كان عندي هاد لو سونس ديال لو كورون داخل يعني هاد لو سونس ديال لو كورون غادي يدخل في ليميتور. فوالا دونك غادي يدخل ليميتور، كنقولو ترانزيستور ان بي ان. داكوغ، غادي نعاود دائما الا كان عندي الكورون غادي يدخل يعني داخل غادي هاد الكورون غادي يدخل في لو بول يعني القطب ديال ليميتور، كنقولو ترانزيستور ان بي ان. فوالا دونك هادي حيدنا. بالنسبه للترانزيستور بي ان بي كيكون لانفيرس، يعني هاد الكورون خارج من يعني هاد الكورون خارج يعني بهاد لو سونس. فوالا دونك هادي تلقاها بهاد الطريقه. فوالا دائما الا كان عندي الكورون يعني خارج من لو بول ديال ليميتور كيكون عندي ترانزيستور بي ان بي. فوالا، مي في هاد لا كيسيون عندي ترانزيستور كيف قلت لكم ان بي ان. فوالا، دونك عندي ترانزيستور ان بي ان. دونك هادي اول حاجه حيدنا علينا. فوالا، دونك تاني حاجه وهي باش نعطيو لو شيما ايكيفالون في لا بروميير كا. دائما تيقول لك عطيني لو شيما ايكيفالون اون ستاتيك او بيان اون كونتيني. دائما ملي تسمع كونتيني راه هي ستاتيك، او بيان ستاتيك راه هي الكونتيني، حيت غالبا الطلبه كيدخلوا في هادي شنو هي ستاتيك شنو هي ديناميك، يعني مازال كيتلفوا. دائما ستاتيك راه هي الكونتيني باش نحيدو علينا هاد الاشكال. فوالا، باش نعطيو لو شيما ايكيفالون يعني في اتيدي اون كونتيني او بيان اتيدي ستاتيك، اول حاجه كنديرها هي هاد الكوندونساتور. دائما الكوندونساتور كنعوضو باش كنعوضو بلو كورون سيركوي، يعني كورون سيركوي بواحد الفيل اللي هو اوفيرت. فوالا، فيما بان ليا الكوندونساتور كنعوضو بهاد لو كورون سيركوي. فوالا، دونك عندي هنايا الكوندونساتور سي ان غادي نعوضو بلو كورون سيركوي. فوالا فوالا، دونك عندي هنايا كذلك الكوندونساتور سي 2 دونك غادي نحيدو. فوالا، غادي نعوضو بلو كورون سيركوي. ابخي عندي هنا كذلك الكوندونساتور ديال ليميتور دونك غادي نحيدو وغادي نعوضو بلو كورون سيركوي يعني في اوفيرت.
انا ما عنديش انا لي سباس داكشي علاش غادي نحاول نجاوب على هذا لو شيما نفسه صافي يعني غادي نحاول انني نحيد هذا الفيل غير زيد فوالا ما عنده حتى دور فوالا فوالا كذلك هذا لو فيل دونك غادي نزولو دونك غير زيد فوالا فوالا دونك هنايا بما انني قطعت هذا لو فيل اكيد لو كورو ما غاديش يدوز لهاد لا ريزيستونس ديال لاندكسيون يعني لا ريزيستونس ديالو وي علاش لانني قطعت هذا لو سيركوي فوالا دونك كنحيد هذا لو فيل دونك فوالا دونك كامل هذا كنحيدو اي فوالا دونك لا ريبونس ديال لا كيسيون فوالا دونك يعني دوني لو شيما ايكيفالون او سيركوي فلوكا ديال كونتينيو او بيان ستاتيك دونك هذا هو لا ريبونس ديال لو شيما فوالا دونك هذا هو لو شيما ايكيفالون يعني فلوكا ديال كونتينيو او بيان لوكا ديال ستاتيك فوالا دونك ما تنساوش انك تبارطاجيو لا فيديو مع تو لي زيتيو باش ان شاء الله كلشي يستافد وما تنساش كذلك انك تردع لايك للفيديو اي فوالا الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساش انكم تردعوهم في لي كومونتير اي فوالا بون كوراج.